انت حكيت لي مره انه كل الاقزام قادمون ده كنت واخد فيه 1800 جنيه. ايوه. وصرفت ودايما على فكره يعني بيشتغل السينما ويصرف عليها، يعني بيصرف من جيبه بس عشان ما وصل الحلم ما كانش يتحقق بشكل مرضي يعني. بالظبط. بتروح الفرصه. حساب ده فاتوره الاستوديو كانت 22000 جنيه. ولا هاممني. اروح اشتغل في الاعلانات. دي فلوس ياخدها الاستوديو بس نسجل. ايوه. بس اللي بنحلم بيه يطلع. بس يعني الحلم برضو اتقلوز قوي في سمع هوسو يا مهلبيه. يعني. عمال يعني لاول مره بقى يبقى في ميوزيكال بجد في السينما. وناجح والناس لسه حافظه منه طبعا اغاني لحد دلوقتي. عمال. برضو كانت تجربه صعبه يعني، انا كنت كمان بشتغل بعناصر مش مطربه. الروح اللي في الفيلم هي اللي كانت بتجرى لنا، هي بتعبر عن اللي كان بيحصل لنا احنا. مش ممكن ابدا ولا يمكن هتشوفوا طريقنا مودي لفين. السوق بيقول لنا ما ينفعش. الجمهور بقاله كتير مش متعود على كده. الصحافه او النقاد مش يعني مشجعين قوي للموضوع. التوقيت كل شيء كان صعب. انا حمص حمص يا حلاوه، اخد حفرتك كل شقاوه، وبقدر ناسي وحلاوه، زوجتي ونرجع وحلاوه. يعني كلام جريء مثلا، انا حمص حمص وحلاوه. ايوه. ايه ده؟ دي عبقريه بهاء شاهين بقى. الله يمسيه بالخير، شاعر عبقري طبعا، ودي حاجه في الجينات يعني. يعني طريقته ازاي السلس كده يقول كلام غير معتاد بالمره، ويقدر يحسسك في كلمات وتبص تلاقي يا اما قطيفه وذهب وقصور، يا اما تلاقي حاجه شعبيه جدا وفخار ومعسل، وبيعرف يعمل كده طبعا باقتدار يعني. والكونتراست اللي في الفيلم، الفيلم ده اصله مهم جدا ليه؟ لانه بيتكلم عن لو الموهبه خام بس من غير علم ومن غير وعي ومن غير نظام يجرى لها ايه؟ وعن لو حد زي شخصيه غندور اللي لعبها، يعني الموهبه الخام كانوا ليلى علوي وممدوح طبعا عبد العليم. الشخصيه الثانيه بقى المثقف المتعلم اللي هو الاستاذ حسن كامي، عامل شخصيه غندور. هو موهوب برضه وبارع، بس معاه العلم ومعاه الفلوس ومنظم جدا. الموهبه الخام لو مش عارفه هي بتعمل ايه ممكن افكارها تتسرق. واللي معاه العلم واللي معاه الامكانيات لو سرق ممكن ينجح. ويقدر ياخد اغنيه يغيرها كلمتين بس هنا ولا هنا تقوم يعمل بيها هيت تكسر الدنيا. فالفكره عجبتني جدا جدا، وبهاء كتب الاغاني حلو جدا جدا. والروح طبعا بتاعت شريف، لان شريف اصله مطور. ايوه صح. ومدرسه تانية يعني، جايب دم جديد وجايب روح جديده كده وجايب جراه. وفكره ان هو اللي كان عنده الشجاعه والجراه انه يرجع الاستعراض للسينما في مهلبيه يا وسمع هوس. بفكر امال ايه. هو ابتدى اول كده هنت كانت في الاقزام قادمون، لما خلى الاقزام يعملوا اغنيه ويغنوا. لكن هو صمم ان لازم فن الاستعراض يرجع، وان الناس تشوف ده تاني، لان احنا كنا كده من ايام الابيض والاسود. مواهب كانت كتير والغنى كان في كل الافلام. فشريف له الفضل الاكبر في الحكايه دي، ووعيه الموسيقي وحبه الشديد للموسيقى خلوني انا ابقى حر.